فاهمني معنا خلود العريس معالجة نفسية. موضوعنا رح يكون العلاقة بين العقل وبين الجسم. بونجور، كيفك خلود؟ الحمد لله، ثانك يو فور هافينغ مي. خلود صار لها سنتين بلبنان، درس ببريطانيا، صار لك يعني عمر ببريطانيا. بلبنان يعني جيتي بالوقت المناسب بعتقد، لانه اليوم العلاج النفسي امر ضروري جدا والكل بحاجه له. اكثر من هيك بلشنا، مش بلشنا، اقتنعنا بوقت قصير بالعلاج النفسي بالوقت يلي كان يمكن بالسنين الماضيه ما كثير اللبناني يعني بيتوجه لهالموضوع بسهوله. مزبوط. اليوم واضح انه العلاج النفسي شغله كثير مهمه، بس أكيد. الاوضح انه فعلا الستريس بياثر على الجسم. أكيد. بطل بدنا هيك نشوف ابحاث ونشوف كيف وليش صرنا عم نختبرها. صح. خبينا شوي. اكيد اوف كورس. هلا اول شيء بدي بلش انه بدي احكي موضوعنا اليوم على العلاقه بين المايند والبودي والتاثير افكارنا على حياتنا وعلى صحتنا. هلا اول شيء اي ونت تو منشن ذا ميديكال موديل. بالريسيرش وبالساينس في موديل اسمه ذا ميديكال موديل. هالموديل بتقول لك انه اذا واحد موجوع، اذا واحد عنده فيزيكال بين بجسمه، بيروح بياخذ دواء وهذا الدواء بيريحه. وهذا شيء اتس اكسبتد، بس اتس امبورتنت تو اندرستاند اوقات واحد بيكون عنده فيزيكال بين بس ما بيكون في فيزيكال كوز، انستد بيكون في سايكولوجيكال كوز، وهذا سايكولوجيكال كوز بيكون سايكولوجيكال ستريس. نحن we refer to this in psychology as excess accumulation of stress. يعني بكون stress مجمع في مدة طويلة. مدة طويلة، تراكم بال 100% بالضغوط. صح. وهذا الشيء بيعكس جسديا، بيعكس على your physical health، بيعكس على your mental health، وكمان it increases susceptibility to psychiatric illnesses. بصير واحد بيتعرض أكثر لدبرشن وانكزايتي. على كل حال الواحد يعني لما بيكون في عنده ضغط، إذا كان الضغط قوي أصلا بحس بأوجاع بوقت الضغط. صح. يعني بوقتها بحس بأوجاع. أكيد. مش منه شيء كتير غريبة، لا بتوقع أنه بيروح الضغط أو الخبرية بتتغير، فكأنه ما في تأثير على الجسم، بس إذا مثل ما عم بتقولي لا، التأثير أكيد. بيبقى على الجسم. Of course. Of course بيبقى على الجسم. The relationship between عقل والجسم كتير قوية. It's very very strong. Who your body it responds to your mind. هذه كمان نقطة في كتير عالم يمكن they don't know it. Your body responds to your mind. حتى كمان بس واحد يكون متوتر وستريس for a long period of time، مناعتك توطى. توتا exactly، لأنه بصير you release stress hormones وهذا الشيء بصير you're more likely to catch diseases، more likely to catch فإذا أكثر بنكون هالمناعة واطية، ومش عم نحكي عن المناعة النفسية، كمان عن المناعة الجسدية. 100% خلود رح ناخد وقت ونرجع نتابع معك. فاميلي مع خلود العريس عم نحكي عن تأثير الستريس، تأثير العقل على الجسم والمشاعر كمان أكيد. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. حكينا أنه هالقد في تأثير على الجسم، على الصحة، حتى على المدى الطويل، مش بس على الأوجاع. صح. يلي بتكون موجودة، يمكن هيدي الأوجاع بتتطور كمان. مزبوط. بعدين على تراكم الستريس. أكيد. هل نحن قادرين نعمل أي سيطرة على هالموضوع؟ أكيد أكيد بنقدر نعمل سيطرة على هالموضوع، وهذا الموضوع بالذات كثير كثير it's relevant هون بلبنان. نحن هون بلبنان كثير متعرضين للستريس، يعني we're going through so many challenges، so much adversity، so much struggle. يعني هذا الموضوع كثير مهم أنه الكل يسمعه، لأنه this is very helpful. لأنه نحن we are going through so much at the moment من financial struggles للكوفيد 19 للتروما اللي happened August 4. نحن مش انه تراكم على مدى الوقت، نحن كلهم سوا جايين. صح 100% مدة طويلة 100%. بس أنا كان بدي أوضح كمان أنه للأسف لأنه نحن we're so exposed to stress، نحن صرنا أقلمنا على stress وتقبلناه لدرجة يعني صرنا هلأ نحن a lot of Lebanese people ما بقى عندهم الموتيفيشن يغيروا، ما بقى عندهم الموتيفيشن يحسنوا حياتهم، لأنه خلص صار stress وstruggle صار part of our lifestyle، صار part of our routine للأسف. أكيد في طريقة نسيطر عليها، أكيد فينا نسيطر، بس we have to start from a place of وعي، نعرف أنه هذا الستريس موجود. وفي كتير عالم لأنه مع they're going through stress for a long period of time، خلص تقبل أن هذا الشيء part of their life، part of their routine. ما يعني أن العالم مبسوطة، بالعكس أنت بتلاحظي على العالم أنه في كتير عالم منا مبسوطة، في كتير عالم بتحسيها they're depressed، في كتير عالم بتحسيها لا حتى يعني لما بهيك ظروف لما الواحد بجرب أنه يكون إيجابي بيكون عم يعمل مجهود. صح. كمان وهي هذا المجهود كمان بياخذ كثير من الجسم، من طاقه الجسم. اكيد 100% عم اقول لك لانه it's stress over a long period of time، it's intense stress، وهذا stress it's accumulating، فهذا الشيء كثير عم ياثر علينا consciously unconsciously. بس انا الشيء اللي انتبهته through my field of work انه العالم تاقلمت وعم عم تستسلم unfortunately. صار في نكران لا انه ما انا الضغوط ما بتاثر فيي، خلص معود. مزبوط. بس هل حقيقه انا معود؟ وهل لما بيزيد هالقد
قد الضغط انا بعدني كمان قادر أكيد اتحمل. اكيد لان هذا عم ياثر على الصحه، على الحياه، على العيله، على الاولاد. هذا شيء اتس نوت اونلي ذس جينيريشن بس اتس ذا جينيريشنز ذات ار كامينج. كيف بنعمل اداره لهالموضوع؟ اكيد هلا اول شيء تنعمل اداره لهالموضوع لازم يكون عندنا وعي. وي هاف تو بي اوير، وي هاف تو بي فولي اوير انه في ستريس موجود ونحن بدنا نتخلص من هالستريس. بس on top of that لازم نحن نحس حالنا we have strength، لازم نحس حالنا we're confident and عنا القدرة وعنا الباور تنتخلص منه هالستريس. It's not enough to خلص كون عنا stress و accept it as it is. وهذا الشيء اللي عم يصير هلأ هون نحن عنا بلبنان، عنا stress و we're facing a lot of adversity وعم نتقبل هالشيء. نحن we have to كون aware انه في stress موجود بس هيدا الستريس عم يعكس علينا، عم يعكس على أولادنا وعلى صحتنا وحياتنا ونحن we have to do something about it. The second step is لازم نحكي. It's very very important to talk لأن نحن بس نخلي stress جوا when we keep stress all bottled up inside بقلبنا ولا بعقلنا نحن بنعطي الستريس كنترول، يعني بنخلي الستريس يسيطر علينا. بس نحن نحكي عن الستريس نحن بنقدر نواجهه ونحن بنقدر نسيطر عليه، يعني كانه بنصير نحن وياه وحدنا. yes. راس براس نحن وهالستريس هالضغط لحالنا راس مزبوط. براس مزبوط. لما بنحكي عنه كانه يعني بنوزعه شوي. صح. لا صح صح يو كان سي ذات مزبوط هي. مزبوط ما بقى بنعطيه امبورتنس ما بقى بصير بخوف. يعني اتس فيري امبورتنت نعود حالنا نحكي، نعود حالنا على الحكي. إذا عندكم حدا بتوثقوا فيه احكوا له، أني فريند، فاميلي ممبر، كوليج، احكوا له. اتس سو امبورتنت نتمرن نحكي تما نخلي شيء محبوس جواتنا، هيدا شيء اتس سو سو امبورتنت. سكند اوف اول اتس كمان إذا واحد ما عنده حدا يحكي له، ما عنده حدا يوثق فيه، اتس سو امبورتنت واحد سيك بروفيشنال هيلب. هيدا شيء منه عيب وهيدا شيء منه غلط وهيدا شيء منه ما بيعملك اتس نوت ضعف، ما بيعكس ضعف ابدا. بالعكس في ا لوت اوف ان جي اوز افيلبل، في كثير هيلب افيلبل، وهيدا الشيء لازم الكل يعرف عنه. اتس سو امبورتنت ان احنا برايورتايز اور منتال ويل بينج. اتس سو امبورتنت لان هيدا الشيء عن جد اتس انفستمنت بالحياه. ف از ماتش از وي كان نحن لازم we have to emphasize this point and mental health is so important. We have to seek help whenever we can. في NGOs available بس انت you have to put that effort to seek that help وكون عندك enough self-respect to prioritize your mental well-being. اذا بدنا نعترف انه في ستريس وانه هيدا ستريس عم بيأثر علينا وبدنا نكون عندنا الاراده انه نحصل على مساعده تحت اللي نقدر نسيطر عليه. بس هل الانسان دائما واعي انه هو تحت ضغط؟ عم نقول انه اللبناني معود كانه او معود مش يعني مش عم يتأذى ولكنه خلص يعني مثل yeah. اللي صار مخدر يعني على الموضوع. صح. بيكون مش عارف انه هو الضغط هالقد عم ياثر عليه. لا ذاتس ا جود كويشن. لا بيكون في اتس ا كومناليتي بالكلتشر صارت. يعني هلا انا بلاحظ كمان كاتيا انه كل ما كلنا مثل بعضنا. صح. يعني كل ما افتح بكون عم بحكي مع حدا بفتح سيره انه انا ما سايكولوجيست، انه انا بالمنتل هيلث، بيقولوا لي انه اوه كلنا بدنا علاج، نحن كلنا منا مبسوطين، يعني كلنا وير ديبرس. هيدا صارت كومناليتي، صارت اكسبتد امونغ ذا بابليك، امونغ لبنيس بيبل. وهذا شيء غلط. It's not something to joke about ولا take lightly. هذا شيء، هذا موضوع مهم وهذا الموضوع we have to really take seriously. مع العلم انه كل واحد تأثر يعني بطريقه مختلفه عن الثاني. اكيد بس في تأثير. بس في تأثير. This is نقطة مهمة. أنا أكيد كل واحد بيتأثر بطريقة مختلفة. يعني مشان هيك عم أقول الواحد يركز على حاله وهو كيف عم يتأثر. مزبوط. مش إنه أوكي كلنا سوا هيك مش الحال. صح صح مزبوط. يعني بس لأنه كلنا بالهوا سوا أو كلنا بنفس الوضع ما يعني this is not a topic we should take seriously. لأنه it's an investment. واحد when you prioritize your mental health بتشوفي results بحياتك in so many ways. كمان في موضوع الأولاد. يعني اولاد كمان they're a group بالسوسايتي نحن كثير لازم we have to نهتم فيهم لانه اولاد they're vulnerable. يعني اولاد ضعاف، اولاد ما بيعرفوا the healthy way of coping and unhealthy way of coping. ما عندهم هالوعي. كيف بيتعلموا؟ through الاهل. يعني الاهل they either set a positive example or a negative example. والولاد بيلقطوا بطريقه very very strong. يعني الولاد they are very aware of cues and aware of signs. يعني بيلقطوا from body language، بيلقطوا من the facial expressions and vocabulary تاع الاهل، مود الاهل. فاذا شافوا الاهل عم يتصرفوا بستريس بطريقه منا مزبوطه، بطريقه منا healthy، هذا شيء حيعكس عليهم. اللي عم تقترحيه مش انه نخبي الستريس تبعنا، انه نتعامل معه. صح. حتى 100%. اذا كنا بدنا نعطي مثل للاولاد نعطيهم مثل كيف عم نتعامل مع الضغط اللي هو موجود 100%. مش انه نخبيه لانه ما بيتخبى 100% 100%. والولاد دي موديل، يعني بشوفكم انتم how you're reacting to stress، how you're modeling stress، وهن بيتعلموا. فاز ماتش از يو كان انتم موديل هيلثي ستراتيجيز، موديل هيلثي ويز اوف كوبينج وذ ستريس. اذا بدهم اذا انتم بدكم اياهم have a healthy life or prosperous life make sure ان انتم بتعلمون the right ways. اكيد نحن امام بكون مضغوطين، امام بكون عبر واحد بيحكي حكي ما you're not aware of. بس اهل عندهم مسؤوليه على اولادهم، وهذا النقطه بدي اوصلها ل everyone who's watching. نحن عندنا مسؤوليه على اولادنا، والاولاد بتاثروا وانتم اذا بدكم اولادكم يكونوا healthy as much as you can
اهتموا بحالكم، تكونوا انتم واعيين عندكم هالوعي. بس something else that I want to mention كاتيا، انه كثير important الاولاد يتشجعوا يحكوا، لانه الاولاد كمان كثير اذا خبوا الستريس جواتهم، هذا الستريس بياثر عليهم، وحتى الاولاد they're gonna go through so many stress بحياتهم. سو كثير important من عمر صغير يتعودوا يحكوا. انا هالنقطه تعلمتها من انا من شغلي برا، انا درست وعشت واشتغلت برا، فانا كثير عندي فينا قارن بين هون وبرا، اسلوب بلبنان واسلوب برا. برا كثير بيعطوا اهميه للولد، كثير بيعطوا امبورتنس للولد، كثير بيقدروا الولد وبقدروا مشاعر الولد، بحسس الولد انه everything you're going through is important, everything you're feeling is important. وبحسس الولد ما انه بيقولوا للولد انه تيحكي وذاتس ات، بحسسوه انه انا نحن بدنا نسمع لك، نحن مهتمين ب what you're going through. وهيدا it's such important and valuable skills for the rest of the life, for the rest of the children's life. فهذا الشيء نحن فينا نطبقه هون عندنا بلبنان، قد ما فينا نشجع الاولاد يحكوا. واذا حاسين انه الاولاد كثير they're struggling, they're going through a lot of stress, get them a professional, get them a professional who can help them. بس اهم شيء يتعود الولد من عمر صغير يحكي ويعبر، ونحسسه انه انت everything you're going through is important. ما يعني انت ولد انه انت what you're going through is not important ولا همومك سخيفين. يعني اوقات في اعتبار على انه مش انه سخيفين، بس انه كانه الولد بيتحمل اكثر او ما بيفكر بكثير اشياء وهموم الكبار عندهم اياها، يعني هيك بتكون التفكير، او بحسوا حالهم الاهل يمكن انه هن حاملين الهموم عنه، انت ما تعطى الهم، نحن بنحمل الهموم عنك مثل اللي بجربوا يحموه من هيدي الهموم، بس كمان. هو عم يختبرها كمان اذا 100%. قبله ولا ما قبله. صح، بس كمان واحد يو هاف تو اندرستاند انه الاولاد عنده هيز اون هموم، يعني الاولاد بكون عم يبرق ثرو هيز اون بريشرز، هيز اون ستريس بالمدرسه مع رفقاته مع هيز ستاديز، يعني الاولاد عنده هيز اون برايورتيز، عنده هيز اون ستراجلز، هيز اون ستريس، ونحن لازم نعطي اهميه لهالشيء، لانه اذا ما علمنا الولد من عمر صغير يعبر ويحكي ومانج ستريس ذا رايت واي، هيدا الشيء حيضله معه بس يكبر. مش همومنا يلي نحن بس عم نمرق فيها اللي هي بتزيد على همومه، هو همومه مختلفة، هموم انه كيف عم بيكون شخصيته، كيف عم يكبر، كيف عم يتعرف على على الدنيا وبأي طريقة. مزبوط. يعني في 100%. ضغوط كثير كبيرة له 100% قد ما كان العمر. صح 100%. وحتى بفوت ثرو ديفرنت ستريسز بديفرنت مرحلات بحياته، وهذا الشيء لازم نكون واعيين عليه. كمان اي ونت تو منشن انه نحن هون بلبنان كمان سمثينغ ايف ليرند بين هون وبرا، انه هون عندنا بلبنان فولنربيلتي از اسوسييتد وذ ويكنس، يعني اذا واحد يطلب مساعدة هذا الشيء منا كثير معودين عليه، هذا الشيء بيشوفوه ضعف، هذا الشيء ما كثير في عالم. لا عم نتطور بس اكيد اكيد حوصل اكيد ام gonna get to that. واضطرينا صح نتطور هلا اكيد. نحن هون الوضع بلبنان كثير كثير محسن، ونحن عن جد هلا we're at a place that is so much better than we were 10 و 20 years ago. نحن كثير محسنين بالنسبه للنظره للعلاج النفسي. صح، صار في much more awareness، صار في psycho education especially بعد مثلا انفجار 4th of August. العالم صار عندها هالوعي، صار عندها هالوعي. بس انا اي بليف انه نحن فينا نتحسن ايفن مور، فينا نتطور ايفن مور، لانه انا عندي هاي الاكسبيرينس وهاي الفيو بوينت من برا. انا فور ماي بوينت اوف فيو كثير فينا نتعلم ونطبق التكنيكس والابروتشز اللي عم يعوزوها برا عنا بلبنان. بعتقد كمان الشخص يلي ما بيجرب يعني ياخذ مساعده ما بيعرف اكيد اهميه هالشيء، او ما أكيد. بيعرف قد ايه ممكن يكون مرتاح، بفكر حاله انه منه بحاجه، لما 100%. بيجرب بيلاقي انه لا، في اوقات لا هو بحاجه لانه يكون عم ينسمع بطريقه محترفه. صح 100% 100%. انا عندي بالعياده in my private clinic the first thing I do بس استقبل new patients بتشكرهم عن جد، بتشكرهم انهم جايين لعندي انه اخذوا هالخطوه، لانه انا بقدر انه هالخطوه منها سهله. I understand انه it's not easy for Lebanese people for the Arab you know nation as a whole تيطلبوا مساعده، يعترفوا انهم بحاجه لمساعده mentally. هذا الشيء it's not easy, it doesn't come naturally to our culture. فانا كل ما استقبل نيو بيشنتس عندي بحسسهم ان هذا الشيء انا اي كان سي، وهذا الشيء انا اي ابريشيت اي اكنولدج ذس، هذا الشيء انا بحس كثير مهم، كثير كثير مهم. اتس سمثينج ذات هاز تو بي امبلمنتد بكل الكلينكس، بكل المنتل هيلث ارياز، لانه عن جد نحن عندنا هون لازم نكون واعيين انه هذا الشيء اتس هاردر فور اس تو اكسبت اند تو انتجريت بحياتنا. هو منه انه ما بنعرف او انه منه جهل، هو اكثر كانه الواحد يعني انسان دائما بجرب يكون مسيطر، او انسان اللبناني الانسان العربي بجرب يكون مسيطر على الاشياء، انه لشو الغنج يعني. مزبوط صح 100%. هاي يور كومينج تو ماي توبيك، انه هون بلبنان عندنا فولنربيلتي، واحد انه يطلب مساعده يعترف انه هو بده مساعده منتلي، هذا الشيء اتس سين از ا ويكنس لكجري
It's a luxury أكثر. صح أيه. بس it's not seen as something that is common. يعني أنت واحد يطلب مساعدة يعترف أنه هو بحاجة لمساعدة بده حدا يساعده، هذا شيء نحن منا معودين عليه. يعني نحن مثل ما قلت أنت بالضبط أنه واحد نحن معودين أنه نكون strong لوحدنا، أنه نحن take care of our own struggles، نحن ما there's nothing wrong with us، نحن منا مجانين. وفي كتير هالستيغما أنه اللي بيطلب مساعدة mentally هذا الشخص مجنون، ولا هذا الشخص عنده مشاكل، he's not normal. في كثير هالليبلز وهال هي مش مساعدة عقلية، مساعدة نفسية. yes أصلاً مزبوط يعني. مزبوط. مع انه كل المساعدة يعني yes. مطلوبة ما بيأثر yes. شو هي، بس هيدي اللي عم نحكي عنها بالتحديد مساعدة نفسية. يعني الانسان بيكون عم يمرق بظروف صعبة مزبوط. ما قادر يعمل لها إدارة، وهذا الشيء منه عيب، هذا الشيء منه غلط. وانا to contrast مع برا vulnerability، تواحد يطلب مساعدة، تواحد يعترف انه هو بحاجة لمساعدة، تواحد يستشير حدا بروفيشنال، هذا الشيء تسين از قوه، وهذا الشيء ات انكورج. اذا النكران مش مطلوب ابدا. الحديث عن المشاكل مع الاصدقاء والاصحاب والاهل يلي ممكن نكون عم نوثق فيهم ضروري، اما المعالجه النفسيه او طلب المساعده فخاصه بهيدي الظروف كمان مهم، خاصه انه في كثير من الجمعيات يلي كمان عم توفر هالمساعده او بدايه على القليله هالمساعده، الاصغاء والاستماع بطريقه مجانيه لنشوف اذا نحن بحاجه لها واذا ممكن نكون عم نستفيد منها. شكرا لك خلود العريس، اهلا وسهلا فيك. وفي هلا بنرجع بنتابع لايف.